الخير على حضراتكم ومساء الخير على كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم في ليله جديده من ليالي رمضان. 11 ليله من رمضان عدوا سريعا جدا، يا رب تكون ويكون باقي رمضان خير وسعاده على الجميع، خاصه على نادينا النادي الاهلي اللي ان شاء الله باذن الله عنده مباراه مهمه جدا جدا يوم السبت اللي جاي ان شاء الله مع نادي الرجاء في ال 11 يا اهلي. البطوله ان شاء الله يتوج بها النادي الاهلي، تكون البطوله الثالثه على التوالي وال 11 في مسيره النادي الاهلي. كل يا رب الخير للجميع وخاصه لفرقتنا ان شاء الله يوم السبت اللي جاي. خلونا نرحب طبعا بصديقي محمد فارس. مساء الخير عليك يا فارس. مساء النور يا كابتن هاني، واكيد انا مستمتع بالتواجد مع حضرتك كالعاده خلال شهر رمضان، ونتمنى زي ما حضرتك قلت ان رمضان يكون النادي الاهلي يسيب ذكريات فيه مهمه جدا. طبعا جمهور النادي الاهلي بيحضر بساعه مهمه جدا، 20,000 متفرج في ملعب الاهلي والسلام، واعتقد ده شيء مهم جدا. جمهور النادي الاهلي حضرتك حتى كنت قلت الحلقه اللي فاتت كابتن هاني قد ايه الجمهور مؤثر. ملعب الاهلي والسلام 20,000 فيه عدد جيد جدا، لان الملعب مساحته مش كبيره، فال 20,000 يقدروا يكونوا مؤثرين فيه بشكل كبير، يقدروا يأزروا الفريق، يقدروا يحسسوا الفريق ان هم موجودين. ودايما بنقول صوت اصلا المشجع الاهلاوي بألف من اي مشجع اخر، فاعتقد الدور بقى بتاع اللعيبه. صحيح صحيح، انا بتفق معاك تماما، وكان طبعا شكر طبعا لاجهزه الدوله اللي طبعا زي ما بنقول هي دي السعه الحقيقيه للاستاد. طبعا في بعض المناطق مقفوله، لكن 20,000 وزي ما بنقول لو حتى 10,000 اعتقد صوت جماهير النادي الاهلي بترج الاستاد في اي مكان تواجدت فيه. وان شاء الله يكون ان شاء الله يوم سعيد على النادي الاهلي، لان زي ما بقول لحضراتكم هي مباراه صعبه ما فيش شك امام فريق جيد جدا، وهنتكلم بالتفصيل طبعا عن هذه المباراه في خلال حلقة.